السلام عليكم متابعي قناة الدياتك. دائما ما قدمنا لكم الكثير من المنتجات المتميزة لشركة إيريس الجزائرية على القناة، لذلك اليوم إن شاء الله سنتعرف على ما يتواجد داخل علبة هاتف إيريس نيكست بي بلس، والتي كانت قد أعلنت عليه شركة إيريس الجزائرية في الأيام السابقة. علبة المنتج تأتي بتصميم أنيق وجذاب للغاية، وطبعا هذا الشيء كان من أفضل الطرق التي تقدم بها لنا هواتف هاتها الشركة. أول ما نفتح العلبة ستجد الهاتف في طبيعة الحال الذي تعرفنا عليه بالتفصيل في فيديو المراجعة الشاملة له. في الجهة الثانية من العلبة سنجد الشاحن الخاص بالهاتف بالإضافة إلى كيبل اليو اس بي الخاص به والسماعات التي تأتي مع الهاتف وتقدم لك جودة متميزة جدا. بالإضافة إلى كل هذا ستحصل على أوراق الضمان الخاصة بضمان جودة المنتج وصلاحيته. الشركة تقدم لك تي اف تي أواقيا للشاشة، كما ستحصل أيضا على غطاء للهاتف بتصميم وجودة تصنيع متميزتين أيضا وجميل نوعا ما. يمكنك استخدامه في العديد من الحالات، بحيث يمكنك فقط من التعرف على الزمن وإشعارات الهاتف من الجهة العليا للغطاء فقط، وهذا شيء جميل بالنسبة لهاتف من الفئة المتوسطة. كل هذا ستحصل عليه عند اقتنائك لهاتف إيريس نيكست بي بلس. للتعرف على المراجعة الشاملة سأترك لكم في رابط أسفل الشرح الفيديو الكامل. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. كان معكم إيهاب من قناة الزيرتك، نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.